أطلقت PwC برنامج وطني الخاص بالمواطنين الإماراتيين، ويقدم البرنامج فرصة مميزة للعمل والسفر والدراسة مع PwC في كل من الإمارات والمملكة المتحدة. يهدف البرنامج إلى تأهيل 100 محاسب مؤهل مهنيا بحلول العام 2021 وتوسيع مشاركتهم في القطاع الخاص وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي. لنتحدث أكثر عن هذا البرنامج الذي بدأ قبل عدة سنوات، نرحب بضيفي في الاستوديو حامد قادم، كبير الاستشاريين في PwC. أهلا بك أستاذ حامد. بداية سنتحدث عن هذا البرنامج، ولكن قبل ذلك نتحدث عن التوطين عامة في القطاع الخاص، إلى أين وصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقطاع، التوطين في القطاع الخاص ما زال في مراحل الأولية، ما عدا قطاع المصارف، لأن في إلزام من البنك المركزي بتوطين نسبة معينة في القطاع هذا. أما القطاعات الثانية فيه متروكة للقطاع الخاص نفسه، والعوامل كثيرة، يعني ما أظن المجال حاليا الواحد يشرحها. ما في قبول كبير على القطاع الخاص، ولا في مبادرات معينة من القطاع الخاص نفسه يستقطب بشكل ملحوظ، في مبادرات فردية. طب ليش؟ لماذا؟ يعني هل هناك عدم رغبة من قبل المواطنين في دخول هذا القطاع؟ أول شيء طبعا القطاع الحكومي نفسه ينافس القطاع الخاص، وهذا شيء طبيعي بيكون، لكن المميزات الموجودة في القطاع الخاص ساعات تكون أقل من القطاع العام. منها مثلا موضوع الأمان الوظيفي. الأمان الوظيفي عموما في القطاع الحكومي في العالم كله أكثر من القطاع الخاص. صحيح. في نفس الوقت الرواتب ما تكون مغرية للقطاع الخاص، ساعات العمل تكون طويلة، الإجازات بتكون أقصر، فهي كلها مجتمع على بعض ما تشجع المواطنين يعني للعمل في القطاع الخاص. وإن بدأ هذا الشيء يتغير، وفي نفس الوقت الحكومة حريصة أن هذا الشيء يتغير عشان يستوعبون عدد أكبر من المواطنين. في هذا الإطار برنامج وطني أطلق في نهاية عام 2014، صح. إلى أين وصلتم اليوم في هذا البرنامج؟ هل أو ما هي نسبة التوطين أو عدد ربما المواطنين الذي تم تأهيلهم؟ ومن السهل أسوي دعاية للشركة، لكن فعليا هالبرنامج الحمد لله توفقنا فيه وسويناه في أكتوبر 2014. أطلقنا عبارة عن 3 سنوات، ممكن أفصل فيه بعدين. يمكن نجاحه فاق توقعاتنا لدرجة أن كان عندنا صعوبة أن نستقطب ناس أكثر، أو أن نحتفظ فيهم أكثر، لأن كنا حاسبين حساب أن عدد قليل من المواطنين بينضمون، كون البرنامج صعب وفي تحديات كثيرة. صحيح. لكن الحمد لله يمكن فاق توقعاتنا بمراحل، وحن في السنة الثالثة الحمد لله، وبناخذ تقريبا عندنا حوالي 49 مواطن وكلهم في الصفوف الأمامية، يعني في الشركات المهنية في صفوف الخلفية مثل الموارد البشرية، المحاسبة والأمور الإدارية، بعدين في المواقع الأمامية الأوبريشنز أو العمليات، هالمواطنين في المجال المهني البحث يعني مثل أي واحد ثاني. طب في هذا المجال يعني خاصة في موضوع ربما الشركات من هذا النوع البيك فور، يعني اللي هي البي دبليو سي واحدة منهم، هناك شهادات يتم التقديم لها، السي بي اي، السي اف اي، هاي بعض الشهادات. كيف يتم تأهيل المواطنين لهذه الشهادات علما بأنها تأخذ وقت؟ يعني في ناس تأخذهم 2-3-4 في بعض الأوقات. صحيح. والله بالنسبة للبرنامج نفس برنامج بي دبليو سي اللي سميناه برنامج وطني، برنامج متكامل، أحد جزئياته موضوع التأهل للشهادات المهنية العالمية، وهي تقريبا محدودة 3-4 منها معروفة عالميا. فاحنا نخصص ساعات اضافيه من الشغل نفسه لتاهيل لهالشهادات المهنيه، في نفس الوقت طبعا نتكفل بالتدريب وبالمصاريف كلها، ونعطي المواطن او الموظف فرصه مثلا 2-3 سنوات حسب الشهاده عشان ياخذ الشهاده. طب ايضا في شغله، يعني ربما كنا نتحدث عن اقبال المواطنين على القطاع الخاص، ولكن يمكن حضرتك قلت أن القطاع لم يكن مغري أو ليس مغري في الدرجات الأولى، ولكن يعني يمكن اللي ما بيعرفوهن أنه عندما يتدرج الشخص ضمن القطاع الخاص يصل إلى مناصب مهمة جدا على مستوى العالمي، صح ولا لا؟ هالكلام صح. أنا أعتبر بالنسبة للعمل في الشركات العالمية PwC واحدة منهم، والحصول على شهادات مهنية كان هي عملة قابلة للصرف عالميا، يعني من واحد يروح سوبر ماركت أي مكان في العالم يطلع العملة العالمية تنقبل. نفس الشيء بالنسبة للشهادات والشركات هذه، فتعطي المواطن نفسه يعني العالمية والفرصة للعالمية أكثر من الجو المحلي أو الشركات. طب في هذا الإطار أيضا، ما هي أهمية التوطين للمواطنين داخل الشركات العالمية هنا وخارج؟ ربما أكيد في فرص خارج الدولة. يعني هالموضوع بالنسبة للإمارات نفسها وبالنسبة لأي دولة ثانية موضوع حيوي، لأن بالنسبة لشهادات مثلا
قطاعنا احنا قطاع الاستشارات والضرائب والمحاسبه، قطاع حيوي لانه هو عصب الاقتصاد اصلا، فبالتالي يعني كل اللي يدور في الاقتصاد نفسه وتاثيراته وغيره تقريبا محصور بهالقطاع. فبالتالي من الامور الحيويه والاستراتيجيه للامارات انه يكون في توطين لهالمهنه ومشاركه فعاله. بدينا نخطط الخطوات، الطريق يعني هي رحله في نهايه الامر. طب ما هي اكثر التحديات التي واجهتكم خلال هذه الرحله، وما هي تطلعاتكم للمستقبل ايضا؟ يمكن من التحديات نفسها بتكون اول شيء ما في تقبل عام لاستقبال المواطنين وتدريبهم بشكل عام. اتكلم في قناعه من القياده في PwC، ولكن هالشيء لازم طبعا ينتشر على مستوى الشركه كلها. ثاني شيء طبعا ساعات العمل الطويله، يعني احنا نشتغل من الساعه 8 إلى 5 إلى 7 ساعات في الويكند، في نهاية الأسبوع، نهاية السنة كمان بتشتغلوا أسابيع عليك نور، وفوق هذا كله بعد تحضير للشهادات ما بيكون سهل. لكن الحمد لله توفقنا وعندنا الناس مواطنين صراحة متميزين على أقرانهم كلهم. حمد قادم كبير الاستشاريين في PwC، أهلا وسهلا بك، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. ومشكور على الفرصة.